المذهب المالكي لا يعتبر البسملة آية من الفاتحة ولا من أي سورة إلا أنها جزء من سورة النمل، لذلك يكره أن يقرأها قبل الحمد لله رب العالمين، بينما الشافعي يوجب قراءتها والجهر بها في الصلاة قبل الحمد لله رب العالمين. قال الميانشي: صليت خلف الإمام أبي عبد الله المازوري المالكي، فسمعته يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولما خلوت به قلت له: يا سيدي، سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا. فقال: أو قد تفطنت لذلك؟ فقلت له: يا سيدي، أنت اليوم إمام في مذهب مالك، ولا بد أن تخبرني بما فعلت. فقال لي: اسمع يا عمر، قول واحد في مذهب مالك أن من قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا تبطل صلاته ويكره له ذلك فقط، وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته، فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب غيره.